ومن المنتخب الأول بقى نروح للمنتخب الأولمبي اللي بيستعد خلال الأيام الحالية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وبيواصل المنتخب الأولمبي تدريباته بقيادة كوتش ميكالي المدير الفني استعدادا للمباراة الودية الثانية اللي هيخوضها ضد نظيره منتخب كوتيفوار، حيث يواجه المنتخب اليوم نظيره منتخب كوتيفوار في تمام الساعة 7 مساء. وكان المنتخب قد فاز على كوتيفوار في المباراة الودية الأولى اللي جمعت بين الفريقين بهدف دون مقابل، والهدف ده كان أحرزه مصطفى ميسي.